لا يزال للطقوس الصوفية وقع خاص في مدينة طرابلس شمالي لبنان. وفي ظل الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد، أقامت مجموعة من صوفيي المدينة احتفالا حمل عنوان رسالة سلام ومحبة، تمثلت بجلسة ذكر تخللها قراءة لآيات قرآنية وعروض تقليدية أساسها الإنشاد والرقص الصوفي. الصوفية هي نوع من أنواع الإخلاص التام لله عز وجل. نحن نتكلم تحديدا عن الصوفية المعتدلة التي هي تشمل التوحيد بالله عز وجل مرتبطا بالأمور الروحانية البحتة، وليس بها أي بدعة، وليس بها أي فتنة، وليس فيها أي تداخل. وإذا أردنا أن نتحدث عن الصوفية فنرى أن مدينة طرابلس هي أصلا مدينة تعتنق هذا المذهب الصوفي. في هذا المكان احتشد منشدو فرقة طرابلس التراثية للإنشاد، وتعالت أصواتهم بالأدعية والأهازيج. هذا النغم امتزج مع سحر الحضرة ودورة التنورة الشهيرة عند الصوفيين المولويين لتنتج لوحة فنية متميزة. الحضرة يندمج من خلالها الراقص في مشاعر روحية ترقى بحسب متقنيها بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي، ليتخلصوا من المشاعر النفسانية السيئة ويبتعدوا عن العالم المادي. إن بصورة عامة مقبولين من كل الناس، بتعاطوا بس بيظهروا الفرحة وبيظهروا الروح السميحة للدين، ومقبولين من جميع الناس، وهن يعني فرقة أو هن معروفين بعمومياتهم، يعني ما عندهم تخصص بشيء، ان باي محل بيحضروا بيظهروا هذه الروح اللي حضركم شفتوها هلا. الطريقة الصوفية المولوية إرث أثري وحضاري للمدينة، ورغم صغر حجم متبعيها إلا أنها تبقى قيمة مضافة لمدينة عرفت بتعدديتها وحفاظها على التراث القديم.